بعد قرابة الشهرين من زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية، جعلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقرر قراره التاريخي بجعل وجهته الأولى لدولة عربية ومسلمة كأول وجهة خارجية له بعد انتخابه. وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أول زيارة خارجية له بصفته رئيسا ستكون إلى السعودية، حيث سيلتقي عددا من قادة العالم الإسلامي من أجل مكافحة الإرهاب. And to share with you that my first. أفتخر وأود أن أشارككم بأن أول رحلة خارجية لي كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون في المملكة العربية السعودية. That my cardinals love very much Rome. هذه الزيارات ستسبق قمة حلف شمال الأطلسي واجتماع قمة السبع الكبار. Meetings and will. فالسعودية هي الوصية الأولى على الموقعين الأكثر قدسية للمسلمين، وسوف ألتقي بقادة معظم الدول الإسلامية. World. Saudi Arabia. السعودية تعتبر هي راية أقدس بعض المبقعتين الإسلامية. Sites in Islam. And it is there that we will. ومن هناك سنبدأ ببناء أساس جديد من التعاون والتلاحم مع حلفائنا المسلمين. لقمع التطرف والإرهاب والعنف وبناء مستقبل مشرق وأكثر عدلا للشباب المسلم في أوطانهم. بدوره ذكر وزير الخارجية السعودي إن الزيارة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة من أول جولة له خارجية تعتبر ثمرة لجهود جبارة لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. إعلان ترامب أنه سيبدأ وضع أساس جديد لمحاربة الإرهاب خلال زيارته للسعودية يكشف جانبا مهما من مكانة المملكة، والذي منها أن السعودية تأتي في القلب من منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي والعالم أجمع.